مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا. حليب سائل 1.5 كوب 300 جرام، دقيق 1.75 كوب 200 جرام، سكر 1/4 كوب 50 جرام، زبدة 1/4 كوب 50 جرام، معلقة صغيرة فانيلا 5 جرام، تحريك المكونات حتى تنسجم. وضع زيت أو زبدة أو سمن أو ورق زبدة. سكب الحجم حسب الرغبة. طبعا على الفرن يكون 180 درجة مئوية، لازم ترقبوها، ودرجة الاستواء انتو بتقرروا درجة الاستواء، تكون حمراء تكون بيضاء انتو بتقرروا، لازم تتبعوها مثل ما انتو شايفين. هلقيت بدي اعمل على ورق الزبدة نفس الشي المتوفر عندكم. هادي اقل استواء انتو بتقرروا تعملوها حمراء محمرة او تكون بيضة، نفس الشي على ورق الزبدة، والفرن يكون تقريبا 180 درجة مثل ما انتو شايفين، هيك اسهل من المقلة واضمن، اسهل واضمن هيك، وبدون بيض وبدون زنخة. تزيين مثل ما بتحبوا انتو، الحشوة ممكن فراولة موز شوكولاتة شو بتحبوا، اختياري الحشوة. هيك اصبحت جاهزة. صحة الف عافية. نوضع شوكولاتة موز وشوكولاتة وسكر ناعم طبعا حسب الرغبة. في امان الله. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.